هاي سناجل أنيوهاسيو السلام عليكم and welcome back everyone مع نشرة أخبار الكي بوب أو حصاد الكي بوب، لأنه بصراحة أكو أخبار هواية ما حكينا عنهم الأسبوع الماضي وهم بعد الأسبوع هاد، والعناوين بحد ذاتها صدمة. تخيلوا 3 صفحات عناوين، فيس دعونا نبدأ بالعناوين. هاي سناجل ويلكم باك. بداية، هل سيتم تجديد عقد فرقة بلاك بينك مع وكالة YG؟ كمان انه ليسا حصلت على عقد جديد من وكالة كلش معروفة واللي دفعوا لها تقريبا 81 مليون دولار، فهل رح تغادر فرقة بلاك بينك او فرقة بلاك بينك جميعهم رح يغادروا وكالة YG؟ كما انه جيني من بلاك بينك تعرضت للهجوم من الفانز الصيني واللي اتهموها بانه تفاعلها مع الفانز الصيني كان جدا مقرف، يعني هي كانت قرفانة من الفانز الصيني. وايضا بلاك بينك اظهروا احترامهم للاسلام خلال حفلهم في الرياض في السعوديه. على فكره هذا الموضوع شوي مستفز، لانه لو فرقه بلاك بينك ظهروا بنفس الملابس اللي لبسوها بكل حفلاتهم راح تنتقدوهم، واذا هم بعد اتستروا انتقدتوهم، فالبنات ايش يساووا؟ يعني يطلعوا بالخمار؟ وانتوا ناسيين كم فنان وفنانه احيوا راس السنه بالسعوديه وبعضهم فنانات مسلمات وملابسهم اسكت يا لساني. فبدناش ننتقد بلاك بينك لانه اصلا العرب ما قصروش، صح ولا لا؟ وهل جيهوب رح ينضم كسفير لماركت ديور مع جيسو وجيمين ام كسفير لماركت لوي فيتو؟ بالنسبة لماركت لوي فيتو، الاسبوع الماضي نزلت فيديو وقلت بالغلط بانه سفيرة ماركت لوي فيتو هي روزي، بس لا انا بعتذر لانه سقطت سهوا، هي مش سفيرة ماركت لوي فيتو. ومجلة أمريكية عملوا فتنة بين الأرمي والبلينكس لما سألوا الفانز هل برأيكم خبر مواعدة في وجيني شائعة؟ يا جماعة خلصنا من أم الموضوع هاد، ونشروا كل الأدلة بعد ما سألوا هذا السؤال. وحفل أمريكي قام بترشيح فرقة BTS وبلاك بينك بنفس الجائزة، والحرب ما زالت مستمرة بين الأرمي والبلينكس. وانتقاد فرقة لسيرافيم وفرقة آيف بسبب ليبسينج، يعني تزامن الشفاه اللي اتهموهم بأنهم ما غنوا بأصواتهم بل كانت الأغنية شغالة وكانوا عم بيحركوا شفايفهم. ووزير الثقافة الكوري مدح أداء جانكوك في كأس العالم واللي وصفه بالأسطورة. وهل يوجين من فرقة لسيرافيم تواعد يونجون من فرقة TXT؟ بما انه فتحنا موضوع المواعدات، ايضا هل تايونغ من فرقة NCT يواعد الممثلة بارك جوهيون؟ وهل فيرنون من فرقة 17 يواعد ستايلست فرقة TXT فرقة تومورو باي توجذر؟ كما انه هالخبر او هالفضيحة تسببت بكارثة لرافي من فرقة فيكس واللي تم اتهامه بانه دفع رشوة على مود يخرج من الجيش. وانتشار صور لجين من داخل الجيش واللي كان نحيف جدا واللي تسبب بقلق لجميع الارمي، بالاضافه بانه الحارس الشخصي لفرقه نيو جينز اللي اثار بلبله بطريقه حمايته لعدوات الفرقه من الساسنج. وفرقة أوميجا إكس اللي فازوا في الدعوة القضائية ضد وكالتهم السابقة سباير انترتينمنت. وجيهيون من فرقة NCT تعرض للهجوم من الإكسو وولز واتهموه بعدم احترام تشانيول من إكسو ومن وراء هذه الفتنة، بالإضافة بأنه شوغا لمن قال بأنه فرقة بيج بانج صنعوا فرقة BTS تعرض للهجوم من الفيك آرمي اللي طالبوا بأنه يغادر فرقة BTS. وملابس مومو من توايس تثير الجدل. على فكرة هذا الموضوع جدا مستفز، لما تكلمت عنه البعض بلش يتهمني بأني أنا كان قصدي جيني وأني عم بدافع عن مومو. على فكرة أكو فرق كل الشاسع بين ملابس مومو وملابس جيني. ملابس جيني جريئة جدا جدا جدا، ملابس مومو كلش عادية لأنه كل عدوات فرقة توايس وكل فتيات الكيبوب بلبسوا نفس الملابس، لكن
بدي أتكلم بكل صراحة، جسم وتضاريس مومو هي المثيرة مش ملابسها المثيرة. يعني إيش ملبست البنت مثيرة؟ هذا الفرق بين جيني وبين مومو. مش عم بدافع عن مومو ولا عم بهاجم جيني، لكن الكل بعرف الواقع وما تكذبوا على حالكم، وأنا قصدي واضح كلياً. بالإضافة بأن فرقة إيدزي وفرقة آسبا أظهروا الكيمياء بصداقتهم بفلوج ظهر على قناة فرقة آسبا على اليوتيوب. أوكي، هذا العنوان رح يعمل بلبلة على السوشيال ميديا، تحديدا لكل فانز وكالة هايب اللي عم بنتظروا الفرق الجديدة اللي رح يطلقوها. فرقة نيو جينز والسيرافيم لسه هدول ولا شيء، لأنه وكالة هايب ويونيفرس ميوزيك جروب رح يجتمعوا على مود يطلقوا فرقة فتيات جديدة في منتصف هاي السنة أو في بعد منتصف هاي السنة. وبحسب ما يقال بأنه الفرقة الجديدة اللي رح يطلقوها رح تنافس فرقة لسيرافيم وفرقة نيو جينز. كما أنه جيمين هو العضو الرابع من فرقة بي تي اس اللي رح يطلق ألبوم منفرد. ولما خبرتكم قبل فترة بأنه رح تشهدوا تعاونات بين فرقة بي تي اس وبلاك بينك، البعض كذبني، رغم أنه شهدنا السنة الماضية في وليسا في باريس، وأيضا رح تشاهدوا السنة هاي جيمين وجيسو في باريس. أما بالنسبة لجاي من فرقة إنهايبن واللي جاب أم العيد رسمياً لما وصف تاريخ كوريا برواية قصيرة، وطبعاً كل الكوريين هاجموه واللي طالبوا بأنه يغادر فرقة إنهايبن فوراً، وهم بعد قدم مش اعتذار واحد، اعتذارين. وأخيراً وليس آخراً، تفكيك فرقة D1 CE من بعد 3 سنوات من مسيرتهم. أتوقع الحماس وصل للمليون والعناوين بحد ذاتها تبكي وتلطم بالزاوية. فرجاءً قبل ما نبدأ اشتركتوا، هم بعد نشرتوا الفيديو عملتوا لايك، ممتاز. وهسا دعونا نبدأ بأول خبر معنا لليوم اللي هو أهم خبر حول عقد فرقة بلاك بينك بعد الفاصل. صحيح قبل ما أبدأ بدي أشكر كل شخص منتسب بالقناة وكل شخص عم بعطينا special thanks بكل نشرة، جد يوربون سارانجي من كل قلبي. بلينكس، بعرف ان الموضوع بيوتر، لكن السؤال، هل فرقة بلاك بينك رح يقوموا بتجديد عقدهم مع وكالة YG او مع وكالة ثانية، او رح يتم تفكيكهم؟ لانه بحسب ما انتشر مؤخرا بانه ليسا اكو وكالة كلش كبيرة دفعوا لها 81 مليون دولار على مود تغادر وكالة YG وتنضم لهم. هسا تنضم لفرقتهم، يعني فرقة من عند نفس الوكالة او تكون مطربة منفردة، هذا الشيء انا ما بعرف عنه، لكن اكو وكالة كورية كلش معروفة اختاروا ليسا على مود تنضم لهم، بس ليسا. واللي بدي أخبركم إياه بأنه بشهر أغسطس، يعني بشهر 8، رح ينتهي عقد فرقة بلاك بينك مع وكالة YG. لكن بحسب توقعات شركة NH Investment and Security بأنه فرقة بلاك بينك رح يجددوا عقدهم مع وكالة YG. لكن بحسب تقرير صادر من موها آيبو واللي قالوا بأنه مش من السهل على وكالة YG تقدم ضمانات وهم بعد تدفع أكثر لكل عضوة من فرقة بلاك بينك، تقريبا مفروض تدفع أكثر من 16 مليون دولار لكل واحدة فيهم، لأنه مثل ما خبرتكم إجا لليسا عرض بمبلغ 81 مليون دولار، فلازم على وكالة YG تقدم أكثر من هيك على مود تتمسك بكل عضوة من فرقة بلاك بينك. وهم بعد قالوا بالتقرير هاد بأنه فرقة بلاك بينك مش بس بفكروا بالمال، لأنه اسمهم بحد ذاته بيجيب الملايين. لكن السؤال اللي بطرح نفسه، هل وكالة YG مستعدة تدفع زيادة على مود تتمسك بفرقة بلاك بينك، ولا رح تساوي فيهم مثل ما ساووا بفرقة 21 اللي فجأة تم تفكيك الفرقة دون سابق انذار وتم انهاء عقودهم دون سابق انذار؟ لأنه الجميع ملاحظ بأنه حاليا وكالة YG مهتمة بالفرقة الفتيات الجديدة واللي هم بيبي مونستر، فهل فرقة بيبي مونستر هم رح يكونوا بدل فرقة بلاك بينك، ولا انه رح يتمسكوا بالفرقة؟ لكن رأيي الشخصي واللي هو رأي جميع البلينكس، انا مش فارقة عندي فرقة بلاك بينك مع YG ولا مع اي وكالة ثانية، مش فارقة عندي، المهم يبقوا فرقة بلاك بينك بلاك بينك الاربعة مع بعض ما يتفككوا نهائيا.
اوكي هسا نتكلم عن حفل ملكات الكي بوب بلاك بينك بورن بينك اللي صار بالرياض بالسعودية اللي اثار بلبلة على السوشيال ميديا، ناس مع وناس ضد. هلا جميع البلينكس السعودي والعربي والعالمي كانوا مستمتعين بأداءات فرقة بلاك بينك وكيف احترموا الدولة الإسلامية والإسلام والمسلمين ولبسوا كلوت أسود بكل إطلالاتهم. بالمقابل الفئة الثانية اللي قاعدين ينتقدوا فرقة بلاك بينك كيف غنوا بالسعودية، كيف لبسوا هيك بالسعودية، كيف احترموا الدين الإسلامي بهذا اللبس، يعني يطلع بالخمار هيك بيعجبك؟ يعني حسستوني بأنه فرقة بلاك بينك هم الفرقة الوحيدة اللي راحوا للسعودية وغنوا ورقصوا. انتو ناسيين المسلمات اللي طلعوا على السعودية وقدموا أغاني ورقصوا وغنوا بمناسبات وغير مناسبات، كاسيات عاريات، مسلمات ما احترموش الدين الإسلامي، ما احترموش عاداتنا الإسلامية. يعني صار في مهرجانات، صار في حفلات، صار في مناسبات طلعوا فيها فنانات بقمة التعري بالسعودية، لكن هالفرقة اللي مش مسلمين درسوا عاداتنا تقاليدنا احترموا ديننا، لبسوا كلوت أسود بكل إطلالاتهم على مود ديننا احترموه، نيجي ننتقدهم؟ لكن العربيات اللي قاعدين بوطوا راسنا أكثر اللي تشلحوا بالسعودية عادي عربيات، لكن هاي المش مسلم الكافرة لا حرام. أما العربية حرية شخصية. قمة التناقض بآرائكم، قمة النفاق بآرائكم. مش عم بدافع عن الكفار، قبل ما انتقد الكافر بشوف المسلم ايش عمل، بشوف المسلمة اللي رقصت وغنت وتشلحت بالسعودية، بعدين باجي بتكلم عن الكفار. الكفار هدول احترموا ديننا، احترموا عاداتنا، احترموا اسلامنا، حركاتهم مدروسة، لبسهم مدروس. لكم جيني، أنا قاعد بنتقد جيني بكل مرة، لكن بدي أتكلم بكل صراحة. جيني خلال أدائها المنفرد بطنها بيّن، نزلت التيشيرت لأنه عرفت أنه هذا الشيء ممنوع بالسعودية، لأنه قالوا لها أو هي كانت عارفة بأنه ممنوع تظهر 1 2 3 4. احترمت الشيء هاد وقدمت أحلى ما عندها بكل احتشام. ياس بدي احكي بكل بزقف لجيني، ترفع لها القبعة. جيني واللي اصبحت حديث السوشيال ميديا في الصين من بعد حفل فرقة بلاك بينك في هونغ كونغ. على مود تعرفوا السالفة، انتشرت فيديوهات وصور لجيني على موقع ويبو واللي هو اشهر موقع في الصين، واللي تم اتهامها بانها مش طايقة حالها ومش طايقة الصينيين بحفل هونغ كونغ، لانه كان واضح بالفيديوهات بحسب ما هم ادعوا بانه هي مش عم بتغني منيح، مش عم ترقص منيح، مش متفاعلة مع الشعب الصيني منيح. وتخيلوا بأنه هذا الفيديو اللي اتهموها بأنه جيني مش طايقة الشعب الصيني جاب تقريبا خلال 4 أيام 1 مليار مشاهدة، وأكو هم بعد فيديو ثاني جاب خلال يوم واحد 13 مليون مشاهدة و2 مليون إعجاب من الشعب الصيني. وتخيلوا بأنه من بعد هذا الخبر كل الشعب الصيني هجموا على حساب جيني على إنستغرام وما قصروا بالمسبات والإيموجيات المهينة جدا لجيني. لكن بالواقع يا جماعة عكس ذلك، جيني كانت متفاعلة، لكن الكارهين بياخدوا مقاطع بتكون فيها تعبانة، بتكون فيها مش على بعضها، بتعرفوش بهذا اليوم ايش كان في عندها حالة خاصة بما انها بنت انثى. يعني بعدين بنات ما ادراكم بجوز جيني بهذا اليوم اجتها الدورة الشهرية، ما حداش يجي يقول لي بشار عيب شو عم تحكي ايش هاد. يا جماعة ترى هي انثى، هي انسانة مثلها مثلكم، عادي جدا يمكن بهذا اليوم صار معها ظرف طارئ مثلا وما ادراكم. فلازم تحسوا بهذا الشيء، اذا اكو ايدول انثى قصرت بيوم اعرفوا بانه هي مش هيك، يعني بالنهاية هي بشر مثلها مثلكم، يعني عندها ظرف طارئ صار معها هذا الشيء بهذا اليوم مش بايدها. لازم نهجم عليها، نسبها، نهينها، ما نحس مثلا بشو عم بتمر. وكمان ما تنسوا بانه هم بعد ليسا مرضت، جيسو مرضت، روزي مرضت، وايضا هالمرة جيني مرضت او صار معها ظرف طارئ انثوي. ضروري نهاجمها، ضروري نسبها، بس الشعب الصيني يا جماعة هيك بده بس حرب.
وبالنسبة لجي هوب من بي تي اس، واللي أصبح الشخص الأكثر بحثاً من بعد عرض أزياء ديور وفقاً لمؤشر جوجل. هسا مثل ما خبرتكم سابقاً بأنه تم دعوة جي هوب على مود يروح لباريس ليحضر أكثر من عرض أزياء، لكن اللي كانوا ترند بهذا الأسبوع اللي هم عرض أزياء ديور ولوي فيتو، واثنيناتهم كانوا عم بتنافسوا مين ياخد جي هوب على مود يكون سفير لإلهم، ديور ولا لوي فيتو. وطبعا هسا جي هوب محتار، ينضم الى ماركة ديور على مود يصبح سفير مع جيسو وجيمين، بما انه طبعا جيسو سفيرة ماركة ديور وحاليا جيمين هو سفير ماركة ديور رسميا، ولا ينضم الى ماركة لوي فيتو على مود يصبح سفير لماركة لوي فيتو. بالمقابل مثل ما خبرتكم شوغا هو اصبح سفير رسمي لماركة فالنتينو. وعلى فكرة اتذكروا هذا الكلام أرمي بلينكس، اتذكروا هذا الكلام بالذات، رح تشاهدوا قريبا جيمين وجيسو مع بعضهم في باريس في عرض أزياء ديور، مثل ما شاهدنا السنة الماضية في وليسا. مثل ما خبرتكم هاي عم بتبلش شوية تعاونات بين فرقة بي تي اس وبلاك بينك على مود البلينكس والأرمي يتقبلوا الشي هاد، لأنه أكو قنبلة رح تتفجر من بعد ما انتو تتقبلوا الشهاد. لما تتقبلوا الشهاد كما انه مجلة امريكية عملت فتنة بين البلينكس والارمي، وهي مجلة جي 14. على مود تعرفوا كيف بلش الخبر، بلش بانه تم اختيار في كواحد من فرقة جينيريشن 8 بويز، وهم بعد تم اختيار جيني كواحدة من فرقة الفتيات من جينيريشن 8 جيرز. واللي ذكرت المجلة بانه في مش بس مغني وراقص باكبر فرقة بالعالم، بل ايضا مؤثر بشكل كبير في عالم الموضة والمعروف باسلوب الفتيات، حتى انه اشتهر بلقب هيومن جوتشي. على فكرة جيني ملقبة بهيومن شانيل، هو هيومن جوتشي وجيني هيومن شانيل. بالاضافة قالوا عن جيني بانه تم ترسيمها مع فرقة بلاك بينك بعام 2016، واللي اصبحت من ذلك الحين من اكبر الاسماء الموسيقية في العالم، كما انه تشتهر نجمة الكيبوب باسلوبها الانيق ولها تأثير كبير بعالم الموضة، وهم بعد سفيرة لماركة شانيل العالمية. وذكروا آخر شيء بأنه جيني مستعدة لتقدم أول دور تمثيل إلها في عام 2023 مع دراما The Idol على قناة HBO. ومن بعد هذا التقرير نزل تقرير طبعاً لكن تم حذفه، نزل خبر بخط عريض، هل خبر موعدة جيني وفي حقيقة؟ نزلوا أدلة كاملة بالتفصيل، يعني من أول صورة انتشرت لجيني وفي لغاية آخر صورة، وذكروا المصادر، ذكروا كل شيء هم بعد الفيديوهات. وآخر شيء سؤال بخط صغير، هل أنتوا مع أو ضد؟ يا جماعة ترى السلف انتهت، يعني وكالة واي جي وهايب أنهوا السلفي، حتى أوكي أكو علاقة كانت بيناتهم انتهت. أنتوا هسا رجعتوا تعملوا فتنة بين البلينكس والأرمي ليه؟ وعلى فكرة مش بس مجلة جي 14 اللي عملوا فتنة بين البلينكس والأرمي، هم بعد جوائز آي هارت راديو ميوزيك أوردز عملوا فتنة كلش كبيرة، لأنه تم ترشيح فرقة بي تي اس وبلاك بينك بنفس الجوائز. يعني بالحركة هاي خلوا جميع الأرمي وجميع البلينكس يتنافسوا على مود الصوت للأيدولز مالتهم لفرقة بي تي اس أو فرقة بلاك بينك. وطبعا كلنا بنعرف بأنه عم بيتم استغلال فرقة بي BTS وبلاك بينك على مود البلينكس والارمي. لا واللي بضحكني بانه لما يقرروا يجيبوا فرقة BTS او بلاك بينك لهيك حفلات بحطوهم اخر شي غنوا على مود يضمنوا انه الارمي والبلينكس عم بيشاهدوا الحفل كله كامل، واخر شي بيغنوا فرقة BTS وبلاك بينك اغنية واحدة وخلص. يعني الاستغلال واضح عينك. بالنسبة لصور جين اللي تم تسريبها من داخل الجيش اللي عملت بلبلة بين جميع الأرمي، اللي قالوا بأنه كان واضح عليه تعبان نحفان ودراما. طبعا إيش في يا جماعة، ترى هو بالجيش إشي كثير طبيعي إنه ينحف، لأنه أكو نظام غذائي، أكو حياة، أكو روتين، أكو تمارين. بعدين هو مش لوحده، لأنه كل شاب معاه بالجيش حتى لو كان سمين يعني ناصح أكيد رح ينحف من التمارين اللي بتمرنوها يوميا ومن الحياة اللي عم بيعيشوها، أكيد رح ينحف. بعدين هو اشتكى، هو قالكم أنا تعبان، ليش هالدراما؟ ادعموه، بكفي إنه هو أحسن من غيره ما دفع رشوة على مود يطلع من الجيش. المهم أرمي
كيف دراما، ارحمونا مشان الله. اسمعوا هذا الخبر كلش حلو. جين رح يتم تصريحه من الجيش، يعني رح يخرج من الجيش بتاريخ 12 جون لعام 2024. قربت صح. المهم هم بعد جين بما انه بالجيش، بما انه ما دفع رشوة مثل على مود يخرج من الجيش او ياخد منصب يرتاح فيه، لا هو قاعد بيشتغل مثله مثل باقي الموظفين. وبما انه هو المجتهد والمثالي بالجيش اللي حصل على دور مساعد مدرب في الفرقة الخامسة، فطبعا هذا الشيء، هذا المنصب اللي حصل عليه مساعد مدرب للجنود المثاليين الموجودين داخل الجيش، وجين هو من احد الجنود المثاليين. وبما انه عم نحكي عن جين والجيش، نتكلم هسا عن رافي من فرقة فيكس، واللي جاب ام العيد لما اندفع رشوة على مود يخرج من الجيش. هلا بدي احكي لكم القصة من الاول على مود تعرفوا كيف تم كشفه او كيف تم فضحه. انتشر خبر على السوشيال ميديا بانه اكو ايدول معروف دخل الجيش من جديد وبلش يهلوس، بلش يشوف شغلات ارواح وجن وهي السوالف كاملة، وتم نقله للمستشفى وكشف عليه طبيب وقال بانه هذا الايدول مسكين عنده صرع لازم يخرج من الجيش حاليا، وفعلا خرج من الجيش. واذ تم القبض على مجموعة من السماسري بتهمة الفساد للتهرب من الجيش، يعني هم طبعا بياخدوا أشخاص معينين أغنياء آيدولز بدفعوا فلوس على مود يخرجوا من الجيش، وهدول السماسرة تم القبض عليهم. وطبعا قاموا بتهريب أكثر من شخص من داخل المعسكر من خلال تعيين طبيب أعصاب في أحد مستشفيات سيول على مود يعطي تشخيص طبي خاطئ للصرع، على مود يتم إعفاء هدول الأشخاص أو ياخدوا مهمة أسهل داخل الجيش. وهذا الشيء اللي صار مع رافي، واللي اعترفوا بأنه أحد الأشخاص اللي اتعاملوا معه مؤخرا هو رافي من فرقة فيكس. طبعا وكالة رافي اللي هي غروفلين نزلوا تقرير كامل حول هذا الموضوع بأنهم ما همش خبر بالسالفة ومصدومين، ورح نتأكد رح نتحرى، وهذا الشيء طبعا واجب عسكري واجب وطني الخدمة العسكرية. بس على مين يا ماما؟ واضح بأنه تقريركم من الكيس، لأنه جميع الفانز لاحظوا بأنه رافي بيدخل وبيخرج من الجيش على كيفه. وأكبر دليل لأنه بواحد مايو عام 2022 غادر رافي برنامج 2 days and 1 night رسميا على مود يدخل الجيش، وبخمسة سبتمبر لعام 2022 خرج من الجيش على مود يطلق أغنية Love and Holiday، وبسبعتاش أكتوبر من نفس السنة عاد للجيش على مود يشتغل كعامل خدمة. يعني واضح انه قاعد بيطلع بيدخل على كيفه. كيف؟ معقول انتم ما لاحظتوا؟ يعني واضحة هم بعد السماسر قالوا رافي، فيعني تخيلوا فضيحة انه هو تم فضحه، دفع الرشوة على مود يخرج من الجيش او ياخد مهمة اسهل. وات؟ يتخيلوا جين بشهرته بعالميته بفلوسه الملايين اللي معاه ما عمله، انه هذا واجب قانوني، واجب عسكري، خدمة عسكرية، خدمة وطنية لازم يقدمها. جين بيقدر يشتري راحته صح ولا لا؟ بس لا، قرر انه لا ما اشتري راحتي، بدي اشتغل زيهم، بدي اتجند زيهم، هذا اللي بحبه من فرقة BTS. لكن بالمقابل رافي دفع 80,000 دولار على مود يخرج من الجيش. طب ليه؟ هلأ بالنسبة لجيمين من فرقة BTS، وبحسب ما انتشر بأنه هو الآيدول الرابع اللي رح يطلق ألبوم منفرد، وبحسب ما انتشر بأنه سفراء ماركة ديور جيمين وجيسو رح يطلقوا ألبوم مع بعض الشهر المقبل. هلأ مش أكيد لغاية الآن، لكن على الأكيد بأنه جيمين رح يطلق ألبوم، وعلى الأكيد جيسو رح تطلق أهم بعد ألبوم منفرد. لكن معقول يطلقوا ألبوم مع بعض بنفس الشهر؟ واو. بالنسبة للحارس الشخصي لفرقة نيو جينز وطريقة حمايته لعدوات الفرقة من الساسانج، عن جد رهيب جدا. طبعا انتشر فيديو على السوشيال ميديا للبادي جارد اللي هو الحارس الشخصي لفرقة نيو جينز، واللي كان ماسك ايش بسموه هاد؟ فلاش. يس فلاش، ثانك يو سو ماتش. كان ماسك فلاش بيده، كل صورة من الساسانج قاعد بضرب فلاش على مود يخربها. المشكلة بأنه الساسانج معهم كاميرات كلش كبيرة، وهاي الكاميرات تستخدم من
مسافات كلش بعيدة. تخيلوا بأنه معهم كاميرا بعدسة كبيرة وداخلين جوا خشم فرقة نيو جينز، إنه إيش دعوة. بالنسبة لتعاون تايونغ من فرقة بيج بانج مع جيمين واللي كان تعاون أسطوري، لكن السؤال مين كان وراء هذا التعاون؟ يعني مين دبر هذا التعاون؟ وليش اختار تايونغ جيمين من بين أعضاء فرقة بي تي اس؟ بعرف انه هسا جميع الفي اي بي هم فانز بيج بانج، وهم بعد الارمي حماسهم وصل للمليون على مود يعرفوا أجوبة هالأسئلة. هلأ من بعد ما اطلقوا تايونغ وجيمين أغنية فايب واللي كسرت ام الدنيا، حرفيا كسرت الدنيا، كان اكو مقابلة كلش سريعة مع تايونغ وتكلم عن الالبوم وعن الاغنية وعن اشتياقه لجميع الفي اي بي من بعد غياب 6 سنوات، واللي اطلق اخر شيء البوم ثالث بعام 2017 وكان متوتر جدا بالعودة هاي. هلأ سألوه كيف تعاونت مع جيمين، كيف بلش التعاون هاد؟ قال بأنه من حوالي عامين كان عنده هاي الفكرة من زمان، لكن فرقة بي تي اس قبل سنتين كانوا فرقة كاملة، يعني ما كان في عندهم أنشطة منفردة، يعني ما كان في كل واحد عنده ألبوم منفرد، فهو ما كان قادر يتعاون معهم كلهم، بده واحد منهم. هلأ من بعد ما صرحت وكالة هايب بأنه رح يتم تفكيك فرقة بي تي اس بشكل مؤقت ورح يرجع بعام 2025، هو استغل هذا الشيء وقال يس، بما انه هسا فرقة بي تي اس هم صاروا ايدولز منفردين مؤقتا، ركزوا على مؤقتا، ما حداش يقص المقطع ويقول تم تفكيك الفرقة، بقول مؤقتا رح يرجعوا بعام 2025. فهو قال هذا هلأ فرصتي على مود اتعاون مع واحد من فرقة بي تي اس، وهو طبعا كان شاكك بانه جيمين انسب واحد انه يتعاون معه. هلأ مين اقترح عليه؟ تيدي قال له بانه يس هاي فرصتك ولازم تروح تشوف جيمين. وتخيلوا بأنه تايونغ كان كلش خجلان أنه يعرض الفكرة على جيمين، إلى أن التقى بجيمين وفرقة بي تي اس بالصدفة بإحدى المناسبات وعرض على جيمين التعاون، وجيمين طبعا كان بقمة سعادته، يعني كان هذا بالنسبة له حلم يتعاون مع أحد أعضاء فرقة بيج بانج، هو تايونغ أسطورة مع أسطورة فجر أم الدنيا. فيا تيدي هو اللي كان سبب بتعاون الأسطورة تايونغ وجيمين. بما أنه عم نتكلم عن تايونغ من بيج بانج، بدي أتكلم هم بعد عن مقابلته مع شوغا اللي أثارت بلبلة على السوشيال ميديا، واللي طبعا الفيك آرمي طالبوا من شوغا أنه يغادر فرقة بي تي اس. ليش؟ هلأ خلال المقابلة شوغا كان متوتر، كان بقمة سعادته لأنه هو عم بيقابل أسطورة من أساطير الكيبوب، شخص كان بيحلم أنه يكون زيه. هلأ هو معاه بنفس الاستديو قاعد عم بيحاوره ببرنامج شوغا، فشوغا كان طاير من الفرحة، كان متوتر كلش، وقال له تايونغ احنا بي تي اس لما كنا صغار كنا نطلع على الكاريوكي نغني اغانيكم، نرقص، نعيد الاغاني 10 20 30 مرة، كان كلش متحمس. فلما قال شوغا بانه بيج بانج صنعوا بي تي اس حرفيا، هاي الكلمة او هاي العبارة عملت بلبلة لشوغا، لانه الفيك ارمي قالوا لا مش بيج بانج صنعوا بي تي اس، مين هم بيج بانج؟ يا جماعة هو اعترف قال بانه بيج بانج فرقة اسطورية، اذا انت الفيك ارمي بتعرفيش بيج بانج كارثة، هاي كارثة يا جماعة، أسطورة من أساطير الكيبوب. هو شوغا اعترف بلسانه قال بأنه يس بيج بانج صنعوا بي تي اس حرفيا، لأنه كان حلم بي تي اس يكونوا مثل فرقة بيج بانج، وصاروا مثل فرقة بيج بانج وأنجح كمان، لأنه كان حلمهم يكونوا مثل هاي الأسطورة، صاروا أساطير. لينتشر هاشتاج بروتكت شوغا اللي عم بيطالبوا بأنه شوغا يعتذر ويغادر فرقة بي تي اس، ولا بي تي اس أساطير من غير فرقة بيج بانج، مش دعوة، دراما، بموتوا على أم الدراما الفيك آرمي. الموضوع هذا رح يسبب لي مشكلة، رح يعمل حرب بين البلينكس والوانس، لكن أنا بتكلم بصراحة والكل بعرف وانتو بتعرفوا بأن كلامي واقعي 100%. حوالي ملابس مومو من توايس اللي أثارت بلبلة على السوشيال ميديا واللي تم اتهامها بأنه ملابسها جريئة جدا بل فاضحة بل مكشوفة. ترى ملابس مومو كلش عادية لأنه كل فرق الفتيات بلبسوا مثلها وأكثر هم بعد، يعني أكثر، لما قلت أكثر الكل قال لي آه قصدك جيني،
مش بس جيني، كل فرق الفتيات بلبسوا أكثر من هيك. لكن مثل ما خبرتكم، مومو عندها جسد، يعني جسم مثير، عندها تضاريس مثيرة، فإيش ما لبست بطلع سكشي عليها. مش الملابس مثيرة، الملابس كلش عادية. هلأ أوكي أنت بتشوفي ملابس أنه لا أوفر بشار، هي أوفر، لكن أكو غيرها أوفر أوفر أوفر. أكو غيرها طلعوا بالستياني والكلسون، آسف بالكلمة هاي، آسف بالتعبير هاد. أكو غيرها طلعوا بالمايو، بالمايو حرفيا. يعني أنا لو شفت مومو متجاوز الحد رح أطلع وأقول، بس أنا شفت الملابس كلش عادية. أنا اللي قاعد أنتقد شايفها كلش عادية، أنا اللي بنتقد. تخيلوا، شايف ملابس مومو مقارنة بغيرها من باقي الآيدولز كلش عادية. بعدين بدك تقولوا لي هسا انت مالك على جيني؟ ترى يا جماعه انتوا عارفين بانه جيني صارت مؤخرا كلش جريئه. اما بالنسبه لجيهيون من فرقه NCT واللي تلقى انتقادات وكره من بعض الاكسول، تحديدا تشانيولستان، لانه حصل على لقب الوجه الاعلاني لحمله برادا لعام 2023، لانه بالاصل تشانيول هو اللي عنده هذا اللقب من عام 2020. هلا بحسب مقال انتشر من برادا، مش من جيهيون، من برادا شخصيا، واللي قالوا بانه جيهيون هو اول فنان كوري يتم اختياره كموديل للحمله العالميه الرئيسيه لبرادا لعام 2023. وهم بعد قالوا بانه تم اختيار جيهيون كسفير عالمي للعلامه التجاريه من عام 2022، واللي اصبح وجه اعلاني لبرادا، وتم اختياره في المشاركه في الحمله الرئيسيه لهذا العام. طبعا هذا المقال اتسبب لكره كتير كبير من بعض الاكسول، واللي قالوا بانه جيهيون ما احترم الاكبر منه اللي هو تشانيول، كونه حصل على لقب اول كوري يشارك بحملة برادا. لكن بالمقابل تشانيول هو اول فنان كوري يشارك بحملة برادا، مش جيهيون. لكن اكسول بدي اخبركم بانه الكتب هذا المقال مش جيهيون بل برادا. برادا هم اللي قللوا من شأن تشانيول ورفعوا من شأن جيهيون. يعني تشانيول ما تم ذكره نهائيا، رغم انه تشانيول هو اول فنان كوري انضم الى ماركة برادا. بالنسبة لأداء جانكوك التاريخي بأغنية دريمرز، واللي قال عنه وزير الثقافة الكوري وهو بارك بوغيون، قال بأنه جانكوك أكد المكانة العالمية للكي كولتشر اللي هو الثقافة الكورية، واللي قال بأنه جانكوك أول فنان آسيوي على الإطلاق اللي قدم أداء في أكبر حدث عالمي في العالم وهو كأس العالم. كما أنه وزير الثقافة الكوري قال أنه أداء جانكوك لدريمرز حول كأس قطر إلى مهرجان للأحلام. سناقل، أتوقع رح أساوي بارت 2 لهاي النشرة، لأنه بصراحة أكو أخبار هواية لازم نتكلم عنهم، وهم بعد أكو أخبار جديدة رح توصلني، فانتظروني في بارت 2 مع نشرة أخبار الكيبوب لهذا الأسبوع. ما تنسوا قبل الختام الاشتراك بالقناة، هم بعد الضغط على زر لايك ونشر النشرة وين ما كان، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، تويتر، وين ما كان أنشروها. يوربون، انتظروني قريبا مع تكملة لنشرة أخبار الكيبوب. أنيو